السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. أهلا بأعزائي الطلبة الدارسين لمادة إدارة الأعمال، الذي يعتبر مقررا أساسيا لكل دارسي علم الإدارة. يتناول المقرر فصلين، في كل فصل وحدتين، وتحتوي كل وحدة على 4 دروس. نتناول في الوحدة الأولى تعريف الإدارة وأهميتها، ويتوقع منك عزيزي الطالب أن تتفهم وتستوعب مفهوم الإدارة وعناصرها، ماهية الإدارة ومستويات الإدارة، أدوار المديرين والمهارات اللازمة، الوظائف الرئيسية للإدارة، وأخيراً التطور التاريخي للفكر الإداري. أهداف درسنا لهذا اليوم: أولاً، يوضح مفهوم الإدارة. ثانياً، يحلل مراحل العملية الإدارية. ثالثاً، يوضح أهمية الإدارة ودورها في المجتمع والمنظمات والأفراد. رابعاً، يستنتج الإدارة علم أم فن. وأخيراً، يبين التحديات التي تواجه الإدارة في المؤسسات المعاصرة. أعزائي الطلبة، أرجو منكم قراءة هذه الأسئلة ومحاولة إيجاد إجابة صحيحة لها. ما المقصود بعلم الإدارة؟ وهل هناك تعريف واحد لعلم الإدارة؟ أم أن هناك عدة تعريفات؟ وإن وجدت عدة تعريفات أو أكثر من تعريف، لماذا تعددت تعريفات علم الإدارة؟ إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق فيه صفات كثيرة تميزه عن سائر المخلوقات الموجودة، وخلق فيه القدرة على التمييز ما بين الخير والشر، وإدراكه في استخدام العقل والتفكير في كل ما هو نافع ومفيد، وتجنب كل ما هو ضار. ومع ذلك تبقى قدرات الإنسان محدودة لتحقق له كل رغباته واحتياجاته، لذا كان لزاما عليه التعاون مع آخرين والآخرين مع غيرهم من أجل تحقيق الأهداف. ولأجل تحقيق الأهداف لابد أن يكون هناك إدارة تعمل على تحقيق تلك الأهداف من خلال تنظيم الجهود ومن خلال الوظائف الإدارية. ولهذا نستطيع أن نعرف الإدارة على أنها الاستخدام الأنسب للموارد المتاحة، بشرية، مادية، مالية، تكنولوجية ومعلوماتية، لتحقيق هدف المنظمة من سلع وخدمات بأقل جهد ووقت وكلفة ممكنة، عن طريق الوظائف الأساسية للإدارة: التخطيط، التنظيم، التوجيه، وأخيراً الرقابة. ومن خلال الرسم الذي أمامك عزيزي الطالب، يمكنك أن تتذكر بأن الإدارة عبارة عن معادلة بسيطة، وهي 6M plus 2، أي أنها تتكون من 6 مصطلحات تبدأ بحرف الM: الإنسان، من، المال، money، الآلات، machine، المواد الخام، materials، السوق، marketing، الإدارة، management. plus 2 أي بلس الوقت تايم، والمعلومات انفورميشن. ومن خلال الرسم الذي يظهر أمامك عزيزي الطالب، تستطيع أن تتتبع مراحل العملية الإدارية: المدخلات، بشرية، مادية، مالية، تكنولوجية، معلوماتية. يتم استخدام هذه المدخلات استخدام كفؤ وفعال من خلال وظائف وأنشطة وعمليات، ثم تقوم بتقديم منتج نهائي من خلال سلع وخدمات وتسمى المخرجات. وبعد أن تم تناول وشرح مراحل العملية الإدارية، فيجب عليك عزيزي الطالب أن تدرك بأن للإدارة أهمية كبيرة
تكمن في الدور الذي تلعبه في تقدم الأفراد والمنظمات والمجتمعات، وبناء عليه يتضح لنا أهميتها على مستوى الأفراد، حيث تعمل الإدارة على تحسين أداء الأفراد العاملين في المنظمات، وبالتالي تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية. وكما أن الإدارة أهمية على مستوى الأفراد، فإن لها أيضاً أهمية على مستوى المنظمات، فإن الممارسات الإدارية الصحيحة تؤدي إلى تحقيق أهداف المنظمات، سواء أكانت ربحية ذات قطاع خاص أو غير ربحية مثل المنظمات الحكومية والأهلية، كما أنها ضرورية لتحقيق التوازن بين المدخلات والمخرجات وتدريب القوى العاملة وتأهيلها، مما يترتب عليه تحقيق مبدأ الكفاءة الإنتاجية، وأيضاً زيادة قدرة المنظمة على التكيف مع التغيرات في البيئات المختلفة. ثم تتسم بيئة الأعمال بدرجة عالية من التنافسية، وتبرز هنا أهمية إدارة الموقف التنافسي في هذه المنظمة. وكما أن للإدارة أهمية على مستوى الأفراد وتم شرحها، وأيضاً المنظمات وتم توضيحها، فأيضاً لها أهمية كبيرة على مستوى المجتمع، حيث أن الإدارة السليمة تعمل على زيادة القيمة الاقتصادية في البلد من خلال تحسين إنتاجية الأفراد والمنظمات، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة في البلد وزيادة رفاهية المجتمع، وبالتالي التقدم الاقتصادي والحضاري. وبعد أن تعرفنا أعزائي الطلبة على أهمية وجود إدارة في جميع جوانب حياتنا، أطرح عليك السؤالين التاليين في الكتاب المدرسي صفحة 15، مسألة للمناقشة رقم 1 إلى 1، وفي خلال دقيقتين أرجو منكم مناقشة هذه الأسئلة. أولاً، ما أهمية وجود مدير لمدرستك؟ ثانياً، ما الفائدة من تأهيل العاملين في المنظمات وتدريبهم؟ وللإجابة عن السؤالين نستطيع القول بأن وجود المدير المستمر في ميدان العمل يؤهله لمعرفة واقع المدرسة بكل تفاصيلها، وبناء علاقات مهنية وشخصية مع المعلمين والطلاب، مثلاً تنظيم العمل، متابعة أداء المعلمين، اتخاذ القرارات، التواصل مع أولياء الأمور، التوجيه. وأيضاً للإجابة عن السؤال الثاني، التطوير مهم في المنظمة للموظفين، وذلك من أجل زيادة إنتاجيتهم، فهو يمدهم بالمعلومات التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم ومهاراتهم وقدراتهم، مما يرفع من معنوياتهم وإتقانهم للعمل لتحقيق أهداف المنظمة المرجوة. هل الإدارة علم أم فن من خلال وجهة نظركم؟ هيا لنتأمل هذا السؤال حتى نستطيع الإجابة عليه. عزيزي الطالب، إن الإدارة علم، لأن الإدارة هي مجموعة من النظريات والمبادئ والحقائق التي تتضمن عناصر الإدارة ومبادئ الإدارة وأساليب اتخاذ القرارات. فالإدارة مثلها مثل العلوم الأخرى، مبنية على أسس وحقائق ومبادئ ونظريات علمية تم التوصل إليها من خلال استخدام المنهج العلمي في البحث والتقصي، وباستخدام أساليب علمية مثل الملاحظة والتجريب. وهذه القواعد والنظريات في الواقع يمكن تعلمها والتعرف عليها من خلال المدارس والجامعات وبيوت الاستشارات والخبرة العملية. وتجدر الإشارة إلى أن علم الإدارة من العلوم الاجتماعية والإنسانية، ويختلف عن العلوم الطبيعية مثل الكيمياء والفيزياء والفلك،
وعلم الإدارة ليس في دقة العلوم الطبيعية الرياضية، والسبب يعود إلى أن السلوك الإنساني يتغير باستمرار، وبالتالي يصعب التنبؤ به وقياسه بدقة. وأيضاً تعتبر الإدارة فن. الإدارة مهارة تطبيق المديرين للنظريات والقواعد الإدارية، والخبرة والمعرفة في تحقيق أفضل النتائج للمنظمة من خلال التعامل مع الزبائن والموظفين وأصحاب المشاريع. والتعامل مع الناس مهارة أيضاً وفن لا يتقنه جميع المديرين على حد سواء، فممارسة التخطيط مهارة تختلف من إنسان إلى آخر، واتخاذ القرارات أيضاً مهارة، وتحفيز العاملين وزيادة إنتاجيتهم مهارة، وتحمل المسؤولية مهارة، وهكذا بالنسبة لمختلف المبادئ الإدارية. نستنتج الآن أعزائي الطلبة بأن الإدارة علم وفن، فهي علم يتم تعلمه والتعرف إليه قبل ممارسته من الإداريين، وفن يستخدمه المديرين عند تطبيق ما تعلموه من أمور إدارية في المنظمات التي يعملون على إدارتها. وبعد أن تعرفنا على أن الإدارة علم أو فن، فهناك الكثير من التحديات التي تواجه الإدارة في المؤسسات المعاصرة، وتحديات كثيرة يستدعى منها اتباع أفضل الطرق والأساليب الإدارية للتعامل مع هذه التحديات، وذلك من أجل إبقاء المنظمة دائماً في الطليعة ولتحقيق أفضل أداء لها وللمجتمع. ومن هذه التحديات أولاً المنافسة الشديدة، حيث يستدعى من إدارة المنظمات مواجهة هذا التحدي من خلال إنتاج منتجات أو تقديم خدمات بمواصفات ومقاييس عالمية إذا أرادت الوقوف أمام هذه المنافسة المفروضة عليها. ثانياً المسؤولية الاجتماعية، وهي يجب أن تنتج منتجات أو تقدم مشاريع قد لا تضر بصحة الإنسان والبيئة، وتتطلب المسؤولية الاجتماعية قيام المنظمات ببعض المشاريع الأخرى لصالح المجتمع. ثلاثة تحدي العنصر البشري، فلا بد للمنظمات أن تنتفع من الأفراد العاملين لديها من خلال إفساح المجال أمامهم للمشاركة في الإدارة، اتخاذ القرارات والاستفادة من الطاقات المتوافرة لديهم. أربعة التغيرات البيئية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية ودولية، ونعني بذلك أن يستدعي من الإدارات هذه المنظمات الاستفادة من نقاط القوة لديها في مواجهة هذه التغيرات. وأخيراً تحدي تكنولوجيا المعلومات، فعلى جميع الإدارات الناجحة التي تواجه هذا التحدي تعمل على توظيف التكنولوجيا المعلومات في كافة مجالات عملها، لأن ذلك يساعد في إنجاز العمل بالسرعة والدقة المطلوبتين. أما الآن عزيزي الطالب، هل يمكنك الإجابة على الأسئلة المطروحة؟ 1. عرف علم الإدارة. 2. هل الإدارة علم أم فن؟ 3. اذكر التحديات التي تواجه المنظمات وتستوجب وجود إدارة حكيمة. أعزائي الطلبة، انتهت حصتنا لهذا اليوم، ولكم منا جزير الشكر والامتنان على حسن الاستماع، وعلى أن ألتقي بكم في درس آخر مفيد في علم الإدارة إن شاء الله.